المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملفات هذه الليلة. خلافات روسية غربية تستبق التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في سوريا ولأهداف غربية غامضة. لافروف يقول إن هدف مشروع القرار في مجلس الأمن هو تمرير الخطة باء لإسقاط النظام، وواشنطن تصف التعامل مع روسيا بالصعب. الجماعات المسلحة في الغوطة تستبق جلسة مجلس الأمن بتكثيف القصف الصاروخي والمدفعي على أحياء دمشق. لعل أحد أهداف التصويب الأمريكي على مسار السنة هو استصدار قرار في مجلس الأمن يعني غوطة دمشق تحديدا، لنقل سوريا إلى مرحلة جديدة من الحرب ما دامت تطورات الميدان تميل لصالح الجيش السوري وحلفائه. روسيا وضعت شروطا للتصويت لصالح القرار، أبرزها ضمانات من دول داعمة للمسلحين على إلزامهم بوقف النار، وهو ما ترفضه واشنطن وحلفاؤها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن المشكلة هي جبهة النصرة، ملمحا إلى أن هدف مشروع القرار منع ضربها وتمرير الخطة باء لإسقاط النظام في سوريا. مجلس الأمن بات ساحة مواجهة قاسية بين واشنطن وموسكو، وعقبتها إدارة ترامب بالتحضير لعقوبات جديدة ضد روسيا، فيما تأخذ المواجهة بعدا آخر في سماء سوريا، حيث حلقت طائرتا شبح روسيتان من طراز سوخوي 57 في تجديد واضح للزخم العسكري الروسي. قبل أن نفتح هذه العناوين في ملف المسائية، نتوقف مع موجز للأخبار. أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اعتزام واشنطن فتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيار مايو المقبل بالتزامن مع ذكرى 70 لاحتلال فلسطين. وبحسب المسؤولين فإن وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون صادق قبل أيام على الخطة الأمنية الخاصة بنقل مقر السفارة فيما سيبقى مبنى السفارة الحالي في تل أبيب مفتوحا كفرع دبلوماسي. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن أي خطوة أحادية الجانب لا تساهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد. أبو ردينة قال أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية ستعرقل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة. من جهته رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سأب عريقات أن خطوة واشنطن تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وللشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تمدير أو تدمير خيار الدولتين. عريقات دان اختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا لنقل السفارة، وقال أن الإدارة الأمريكية أصبحت جزءا من المشكلة. أصيب 22 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ففي جمعة غضب جديد احتجاجا على القرار الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أصيب 7 مدنيين شرق جباليا و6 شرق غزة و4 شرق خان يونس و5 شرق البريش. استشهد 18 صوماليا وأصيب نحو 20 شخصا بجروح متفاوتة جراء تفجير سيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو وفق مسؤول في خدمة الطوارئ. مقديشو شهدت تفجيرا قرب مقر المخابرات الصومالية في حي عبد العزيز شرق المدينة، فيما استهدفت سيارة مفخخة ثانية حاجزا أمنيا قرب القصر الرئاسي. إلى ذلك يواصل الجيش التركي استهداف قرى وبلدات في منطقة عفرين شمال سوريا. وفي السياق تحدثت مواقع للكرد عن قصف الجيش التركي براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة بلدة باسوطة التابعة لناحية شيراوة. وفيما أعلنت الأركان التركية استهداف قافلة من نحو 40 آلية كانت تحاول الدخول إلى عفرين. قال مصدر ميداني كردي لسبوتنيك إن القافلة كانت تضم مساعدات غذائية وعشرات السيارات وصهاريج نفط للتدفئة وأسوانات غاز منزلية. أعلنت هيئة الأركان التابعة للتحالف الأمريكي أن 841 مدنيا لقوا مصرعهم في غارات للتحالف منذ بدء العملية العسكرية ضد داعش في العراق وسوريا. تقرير للهيئة تحدث عن وجود مئات البلاغات بشأن ضحايا بين المدنيين وأن التحقيق جار فيها، وذكر أن التحالف شن أكثر من 29 ألف ضربة جوية في البلدين في الفترة ما بين آب أغسطس وكانون الثاني يناير الماضيين. ختام الموجز، عودة المتابعة المسائية مع كمال. إليك كمال. دينا شكرا جزيلا لك.
أبدى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبدى استعداد موسكو للنظر في قرار مجلس الأمن بناء على اقتراح صيغة تقول إن نظام وقف النار يجب أن لا يطبق على داعش وجبهة النصرة ومجموعات تتعاون معهما وتقصف دمشق. وأبدى أسفه لأن الشركاء الغربيين لا يرغبون في إقصاء الإرهابيين عن نظام وقف النار. هناك مخاوف من أن هدف مشروع قرار مجلس الأمن حول الهدنة في سوريا هو اتهام دمشق بكل شيء وحماية المسلحين، وتكون لدينا انطباع بأن هدف من يسعى لاتخاذ هذا القرار دون الأخذ بعين الاعتبار تعديلاتنا التي اقترحناها ليس مساعدة المجتمع المدني بل تغيير بؤرة التركيز في الموضوع السوري من ضرورة بدء مفاوضات جنيف استنادا إلى نجاح مؤتمر الحوار في سوتشي نحو تحميل النظام المسؤولية كاملة واتهام الحكومة السورية من أجل تمرير ما يسمى بالخطة باء والتي تتمثل في الإطاحة بالنظام السوري. نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان قال أن تعامل واشنطن مع موسكو بشأن سوريا أصبح أكثر صعوبة، وأضاف أن هذه الصعوبة ظهرت بعد ضرب داعش، وأشار إلى أنه لم يشارك مباشرة في مشاورات مجلس الأمن بشأن التصويت على مشروع قرار خاص بسوريا. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن هناك حاجة ملحة لوقف النار لمنع قصف الغوطة الشرقية ودمشق. دي مستورا أشار في بيان له إلى ضرورة أن يتبع الهدنة دخول فوري للمساعدات الإنسانية وتسهيل إجلاء المرضى والمصابين من الغوطة الشرقية، داعيا الدول الضامنة لعملية أستنا إلى الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق خفض التصعيد في سوريا. معي مباشرة لنقاش هذه المواقف من عمان الأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية. أستاذ عريب أسعد الله مساءك بداية، ومباشرة مجلس الأمن اليوم كانت الجلسة الساعة 6 بتوقيت القدس الشريف تأجلت ساعة ثم 3 ساعات، وحتى هذه اللحظة يعني كان مفروض قبل نصف ساعة من الآن يكون هناك جلسة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تعقد الجلسة للتصويت على مشروع قرار تقدمت به السويد والكويت لوقف النار في الغوطة الشرقية. هل يمكن كمراقب اعتبار هذا التأخير الطويل مؤشرا على إمكانية التفاهم؟ هو يحمل الأمرين معا، يحمل إمكانية التفاهم ويعكس الحرص على ألا تنتهي هذه المحاولة في مجلس الأمن الدولي إلى الفشل، لأن عواقبها مزيد من التصعيد في الميدان مباشرة وتلقائيا، ولكنه يخفي من جهة أخرى أيضا عمق الخلافات بين الأطراف والتي تتغطى الآن بالغطاء الإنساني، ولكن تحت هذه اليقظة الإنسانية المفاجئة نحن نعرف أن هناك أجندات أمريكية تصعيدية في سوريا ضد سوريا وضد إيران وضد روسيا بشكل خاص، انسجاما يعني وتساوقا مع مسلسل باتت حلقاته معروفة للخاصي والداني في هذا المجال. أعتقد أننا يعني نشهد خلافات عميقة، والوزير لافروف كان واضحا في هذا المجال، ربما نكون أمام توطئة لأمريكية للعمل بالخطة باء، والخطة باء هي تثبيت وجود أمريكي مستدام في شرق وشمال شرق سوريا من أجل تقاسم النفوذ، وربما من أجل الانقضاض أيضا أو تصعيد المواجهة مع دمشق ومع حلفائها في مرحلة قادمة. الباب مفتوح لشتى القراءات والاحتمالات في هذا المجال. كلام خطير ومهم أستاذ عريب، وربما نناقش الكثير مما طرحته من أفكار خلال هذه المداخلة القصيرة، ولكن أريد أن أخذ رأي الأستاذ صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي الأمريكي من واشنطن إن كان يوافق على هذه الرؤية، وأيضا بالمقابل أستاذ صبحي غندور من يقول بأن تأخير جلسة مجلس الأمن ربما تحمل نوع من الاتفاق على مشروع القرار والتصويت عليه دون أن يكون فيتو، بالمقابل ما قاله نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان بشأن أو مضمونه أن هناك صعوبة في التعامل مع روسيا في سوريا يؤشر إلى عكس ذلك. أنا في تقديري أستاذ كمال جلسات مجلس الأمن تحديدا في موضوع سوريا
أصبحت جلسات لإصدار مواقف أكثر مما هي لإصدار قرارات، وفي تقديري تستخدم يعني كساحة دولية ومنبر دولي مهم لتوظيف سياسي له علاقة الآن في ما هو يحدث من خلاف في داخل سوريا، بين تحديدا بين موسكو وواشنطن. وهناك يعني رغبة أمريكية الآن في إظهار أن روسيا هي مسؤولة عن جرائم تحدث في سوريا، وطبعا إضافة إلى إيران، إضافة إلى الحكومة السورية. هذا المنبر الدولي المهم أنا في رأيي الآن يمتزج يعني في تمتزج فيه الآن الرغبات الدولية وحتى على المستوى السوري بوقف ما يحدث طبعا من إطلاق نار في داخل كل الأراضي السورية وليس فقط في الغوطة، وبين ما هو في تقدير الآن لم يعد في يد لا السوريين ولا ربما حتى فقط على مستوى إقليمي، من يعني من دفع الأمور في سوريا إلى مسارات فيها حالة فعلا يعني محاولة لتقسيم نفوذ وتوزيع أيضا نوع من الأراضي على هذه القوى الكبرى بهذا المعنى، إن كانت هنا نتحدث عن قوى دولية أو قوى إقليمية. لكن هذه الجلسة تحديدا أنا في تقديري لكونه لها بعد إنساني، ليس من مصلحة أي طرف أن ينظر أنه ضد وقف إطلاق النار أو ضد ما جاء في المشروع الكويتي السويدي. هذا المشروع هو في حد ذاته فيه طابع إنساني بهذا المعنى، يعني الحديث عن شهر وقف إطلاق النار والحديث عن إرسال المساعدات، هذا أمر لا يمكن أن يقف أحد ضده. المشكلة هنا في كيفية التنفيذ على الأرض، يعني من الذي في الملف الإنساني يا أستاذ صبحي غندور، عفوا في الملف الإنساني، لأنه في ما يشبه كما يقول البعض اليوم ماكينة إعلامية وكأنه إجت تعمل بأمر يعني حول تسليط الضوء على الموضوع الإنساني، رغم أنه في قضايا إنسانية مثلا حاليا ملحة أيضا كما الغوطة الشرقية على سبيل المثال، الحديث عن سكان دمشق قيل من قبل روسيا وسوريا، في عفرين اليوم يعني في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش خطير عن أعداد القتلى في المدنيين في عفرين، في موضوع اليمن أيضا دولة كاملة إلى آخره، يعني في ملفات إنسانية ربما تستحق استنفارا دوليا، جلسات مجلس أمن، تصريحات. لكن هون الملف الإنساني، الملف الإنساني يبدو في المزاد السياسي أكثر منه موقف مبدئي أخلاقي، هل توافق على لذلك هذا؟ قلت لك يعني في البداية أنه هذا المنبر تحول إلى منبر تسجيل مواقف وليس لإصدار قرارات، ولذلك قلت أن هناك توظيف سياسي. أنا أدعم أنت ما تقوله الآن، لكن أضف أيضا عليه ما فعلته أيضا القوات الأمريكية في الرقة وأيضا حلفاء على الأرض هناك، يعني من تدمير عمليا كامل للمنطقة. هذا حدث ويحدث في عموم الأراضي السورية من جهات مختلفة. الموضوع أنا في رأيي ليس هنا تحديدا الآن عن غوطة دمشق، أنا أريد أن أتوقف عن كيفية التنفيذ. يعني لو سلمنا بالبعد الإنساني ولو سلمنا بضرورة وقف إطلاق النار، من الذي سيضمن؟ يعني إذا روسيا ستضمن من جهة الحكومة السورية، من الذي سيضمن الأطراف الأخرى في داخل الغوطة؟ من هي الأطراف التي تمون على هذه الأطراف؟ رقم ثاني أو رقم اثنين في هذه التساؤلات، ما هي يعني الجهة التي تضمن فعلا جبهة النصرة؟ من الذي يستطيع أن يقول أن هؤلاء أو حتى بالنسبة للجيش الإسلامي ولفيلق الرحمة وغيره، من الذي يضمن أنهم سينفذون وقف إطلاق النار وسيسمحون بأن يتم القصف على كما أنت كنت تشير على العاصمة دمشق وعلى قضايا كثيرة؟ هنا المعضلة في رأيي في كيفية التنفيذ. وربما الحديث عن حلب أنا لا أجد أنه حديث سيء، الحديث عن حلب بالطريقة التي انتهت فيها حلب، أن يخرج فعلا المسلحون من داخل الغوطة كائنا من كانوا، إن كانوا ينتمون إلى معارضات محلية أو إلى أي جهة أخرى، إن كانوا فعلا يريدون إنقاذ هذه المنطقة، الحل هو بإخراج المسلحين. لا أجد أن هناك مخرج آخر غير ذلك، وعودة الدولة السورية إلى الغوطة وهو حل مطلوب لكل الأراضي السورية وليس فقط الآن لمنطقة الغوطة في هذه المرحلة. طيب أستاذ عريب الرنتاوي، ما تفسيرك، ما هو السبب بتقديرك لما يشبه الانقلاب الأمريكي على التفاهمات التي أبرمتها مع روسيا، أو شكل التفاهم الذي كان بحده الأدنى مع روسيا داخل سوريا؟ يعني الولايات المتحدة كما يقال ضربت سوتشي وأيضا الأستانة ومناطق خفض التصعيد، تصعيد في الخطاب على الأرض إلى آخره، ما هي الأسباب بتقديرك التي تدفع الولايات المتحدة؟ وهل ما قاله اليوم وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف عن أن الخطة باء تفعل لإعادة إنتاج مقولة أو سياسة إسقاط النظام، هل فعلا بتقديرك هذا يجري أو هذا ربما يكون أحد الأسباب؟
يعني من يتتبع وقائع الأسابيع والأشهر القليلة الفائتة في واشنطن يرى أن هذا الانقلاب أو التغير الشديد في الموقف الأمريكي يأتي منسجما يعني مع سلسلة من التغيرات والتطورات في الموقف الأمريكي. لنعد إلى الاستراتيجية الكونية التي أعلنها ترامب والتي وضع فيها روسيا والصين في عداد الدول الرجعية، هكذا وصفها بالحرف، وقال بأنها تناهض الولايات المتحدة وتنافسها وتهددها بهذا المعنى، وأضاف إليها إيران وكوريا والفصائل المسلحة التي وصفها بالإرهابية، وركز بشكل خاص على القوى المحسوبة على إيران إلى جانب داعش بهذا المعنى. لذلك نحن نرى نبرة تصعيد متزايدة ضد إيران، نرى نبرة تصعيد متزايدة ضد روسيا. الاستراتيجية النووية التي كشف عنها البنتاغون وإطلاق سباق تسلح جديد والعودة إلى مفاهيم الحرب الباردة وإنتاج نظرية نووية جديدة تجعل استخدام هذا السلاح ممكنا، هذا في الحقيقة تطور خطير وخطير جدا. الحديث عن إنتاج قنابل نووية من النوع القابل للاستخدام أقل تدميرا ربما من هيروشيما وناجازاكي، لكن أم تفتح الباب لاستخدام القنبلة النووية، أعتقد أن هذا تطور خطير في الموقف الأمريكي. ثم هناك حديث عن أجيال جديدة من الأسلحة وغير ذلك، سباق تسلح مرعب. والحقيقة أن الموازنة الزيادة فقط في الموازنة الدفاعية الأمريكية تزيد عن إجمالي موازنة الدفاع الروسية بحوالي يعني 50% على أقل تقدير، الزيادة وحدها حوالي 77 مليار دولار لعام 2018، بينما كل الموازنة الدفاعية الروسية 46 مليار دولار للعام 2018 أيضا. يعني الموازنة الأمريكية تكاد تكون 14 ضعفا الموازنة الروسية في هذا المجال. لذلك نحن نرى في الحقيقة عودة إلى سياسة ولغة ريغانية أكثر تشددا وأكثر تصعيدا في هذا المجال. تأتي سوريا، يعني سوريا أعتقد أنها الساحة التي ستتبلور عليها ملامح النظام العالمي الجديد، العالم غادر القطبية وليس هناك في الأفق ما يسمح بالاعتقاد بأنه سنكون أمام قطبية ثنائية روسية. هناك في الحقيقة ملامح جديدة غير واضحة غير معروفة بعد، ولكنها ترتسم في سوريا. ومثل ما كان العراق في 90-91 أول ساحة اختبار للنظام القطب الواحد، أعتقد أن سوريا ستكون أول مرجل يعني ستغلي عليه يعني وتنضج عليه طبخة النظام العالم الجديد. لذلك أعتقد نعم ما قاله لافروف يعني يمكن وضعه في عداد الاحتمالات، قد لا نصل إلى مستوى إسقاط النظام بهذا المعنى، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة قررت أن تجعل حياة روسيا وإيران والنظام في سوريا صعبة للغاية. طيب أستاذ عريب، تبقى معي أيضا أستاذ صبحي غندور في واشنطن. مشاهدينا، محطات كثيرة سجلها تعامل الولايات المتحدة مع الحرب في سوريا لدرجة وصولها إلى الشراكة المباشرة في الحرب منذ عهد باراك أوباما. كيف تعاملت الإدارة الأمريكية منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض مع المسار السياسي للأزمة السورية؟ في هذا التقرير لأحمد عبد الله. بعد هزيمة تنظيم داعش، باتت أهداف الولايات المتحدة في سوريا تتلخص بنقطتين: إطالة أمد الحرب بالبقاء خلف الضفة الشرقية للفرات، والعمل وفق خطط تفصيلية لتقسيم البلاد. أما سياسيا، فلا تستطيع الولايات المتحدة حجب تأثير روسيا القوي في تحديد مسار حل الأزمة السورية، وهو ما ظهر في محادثات أستانا ولاحقا عبر مؤتمر سوتشي. ولهذا السبب وضعت إدارة ترامب مواجهة روسيا على رأس أولوياتها. تقر الولايات المتحدة بصعوبة الاتفاق مع روسيا حول سوريا أكثر من أي وقت مضى، وهي اختارت الطريقة الأفضل بالنسبة إليها لمناكفة موسكو عبر التصويب على نتائج مفاوضات أستانا. الأوضاع في الغوطة الشرقية رأت فيها الولايات المتحدة سبباً لفشل محادثات أستانا التي تم خلالها الاتفاق بين تركيا وإيران وروسيا على إنشاء مناطق خفض التصعيد للحد من العنف في سوريا، واعتبرت أن الأوضاع في هذه المناطق أصبحت مهزلة. الموقف الأمريكي من مسار أستانا يأتي بالتزامن مع انتشار برقية دبلوماسية صادرة عن سفارة بريطانيا في واشنطن توجز الاستراتيجية الأمريكية للوصول إلى تقسيم سوريا.
تهدف الاستراتيجية إلى منع الإيرانيين والروس من التمركز على المدى الطويل في سوريا أو فرض أنفسهم في مسارات الحل السياسي على أن تعطى الأولوية لتقوية مسار جنيف. لهذا السبب أبلغت الولايات المتحدة حلفائها أنها لن تشارك من الآن فصاعدا في اجتماعات أستانا، وأنها خفضت تمثيلها الدبلوماسي إلى أدنى مستوى للعودة بالمسار السياسي إلى جنيف. فهل يكون ثمن إعادة الزخم المفقود إلى جنيف سقوط المزيد من الضحايا في الغوطة الشرقية لإثبات فشل أستانا؟ عودة من جديد إلى ضيوفنا، وينضم إلينا من دمشق الأستاذ خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري. سعادة النائب حياك الله بداية. أهلا بك. ومباشرة هناك اليوم مقولة على الساحة، وكثيرة المقولات الأيام، ولكن هناك مقولة على الساحة تقول بأنه الجيش السوري إذا تراجع في هذه اللحظة في الغوطة الشرقية ولم ينجز المهمة فإن هذا سوف يشجع أطراف أخرى على انتهاج نفس الأسلوب لإيقافه في كل مكان، وبالتالي ستعاد إنتاج الأزمة أو تعاد الأزمة إلى مربعه الأول، بينما لو أكمل الجيش السوري المهمة فإنه سيواجه بحملة تشويه كبيرة على المستوى الإعلامي، حملة دبلوماسية كبيرة، وقد يصل إلى ذريعة لتدخل عسكري أمريكي. يعني في الحالتين هناك مشكلة بالإكمال أو بالتراجع. كيف تعلق على مثل هذا التشخيص أو المقاربة لما يجري في الغوطة؟ في تقديري صديقي كمال أننا نختلف في التوصيف، ليس أنا وأنت، لا، وإنما نختلف في توصيف المشهد. كثيرون يختلفون في توصيف المشهد الحاصل، تحديدا في العنوان الأمريكي. ما الذي يريده الأمريكي بالضبط؟ كثيرون يظنون أن الأمريكي حتى اللحظة ما زال مصرا على مشروعه الأول، أهدافه الاستراتيجية التي ابتدأ بها العدوان على سوريا. نحن نرى، وهذه الرؤية ذاتية، أن الأمريكي لم يعد قادرا على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الأولى. إذا ما الذي يفعله؟ هو ينظر إلى المشهد فيرى أن هناك تقدما هائلا وإنجازا كبيرا من قبل السوريين إلى جانب حلفائهم. يحاول الأمريكي في هذه اللحظات، زائد ناقص في عنصر الزمن، يحاول بشكل أو بآخر أن يدخل على معادلة استقرار وأمن المنطقة المقبلة. هو ينظر فيرى نفسه خارج اللعبة كاملة بشكل أو بآخر. ينظر إلى الروسي فيراه هو الفاعل الأساسي، ويرى الإيراني أنه حاضر على المستوى الإقليمي، ودعني أقول أنه صاحب قرار إقليمي. انظر إلى المشهد بكليته. الآن ما الذي يحصل؟ يرى بأنه لابد من تجميع ملفات اشتباك. هذه الملفات يظن أنه يمكن أن يصرفها بتقدم له لجهة طاولة وضع معادل أمن واستقرار المنطقة. لهذا ينظر إلى الغوطة، هنا في التفصيل ينظر إلى الغوطة فيرى أن الجيش العربي السوري قادر على أن يمرر سيناريو حلب في الغوطة. هذا يعني أنه ضعف أكثر. هو يحاول أن يبقي على هذه الخاصرة رخوة في جسد العاصمة دمشق. لهذا ترى صوته الآن مرفوعا بشكل أو بآخر، ويريد أن يفوت على السوريين إمكانية تمرير سيناريو حلب في الغوطة. أنا أعتقد بأن الأمريكي مأزوم، وليس كما يصدر أو طيب. يصدر أو يصدر له البعض. طيب أستاذ خالد، عفوا، وفق قبل أن أعود إلى ضيوفي، وفق المعطيات الحالية، وفق البيئة السياسية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية، يعني أنت بتشوف يعني في حملة إعلامية كبيرة جدا، يعني ما جرى في حلب لا ولا شيء أمام الحملة، يعني عشرات التغريدات أو مئات التغريدات كل يوم، ونخب وشخصيات تطلع وإلى آخره، وكله يعني أنه الغوطة تحترق والأطفال وإلى آخره. وهذا يمكن دفع يوم أمس حتى مندوب روسيا للتعليق على هذا الأمر، قال أنه لا يوجد في الغوطة إلا المستشفيات حتى
ما يقصف، كل ما يقصف في الغوطة والمستشفيات. تماما تماما. وفق هذه البيئة التي أتحدث عنها بكل جوانبها، كيف يمكن تصور التصرف السوري ميدانيا؟ يعني هل فعلا هناك قرار حسم، وأنه كل هذا الذي نراه لن يمنع من الحسم جزئيا أو كليا في الغوطة الشرقية، يعني تغيير المعادلة في الغوطة، أم أن لا زال يعني ما جرى يمكن أن يدفع للتراجع؟ أنا في تقديري، أنا هنا أقدر يا أخ كمال، لست في غرفة عمليات ولست صاحب قرار. تقدير، نعم. تقدير، أنا في تقديري لو عدنا كما أشرت حضرتك قبل قليل إلى ما سبق حلب، ولو أنه في هناك تصعيد إعلامي وأنا معك أنه هناك توظيف وشحن وسخونة هائلة، تسخين كبير لجهة عناوين، هذا يدل على أن الخسارة في الغوطة سوف تكون كبيرة، ليست لجهة هذه الأدوات الموجودة، هؤلاء الذين يحملون السلاح لا، لجهة الأمريكي أنه سوف يفقد، دعني أقول، ملف اشتباك يعول عليه لجهة السمسرة للوصول إلى طاولة معينة. أنا في تقديري القرار الآن، القرار هو في تقديري غير متخذ 100%، ولو أن هناك ميولا باتجاه عنوان حسم ما معين. لماذا؟ لأنني أعتقد أن سوريا لا تتصرف بعيدا عن مناخ الحلف الذي هي جزء منه. طيب. وبالتالي أنا في تقديري هناك رأي للروسي، هناك رأي للإيراني، أما المتصرف الحقيقي الأساسي هو الجيش العربي السوري. طيب أستاذ خالد، أرجو أن تبقى معي إذا سمحت، بدي أخذ رأي الأستاذ صبحي غندور إذا سمح بأهمية الغوطة الشرقية ونتائج المعركة فيها على الأطراف. عندما كانت المعركة في حلب كان الحديث عن صراع إرادات، عن كسر عظم لمشاريع، عن انتهاء مشروع وانتصار آخر، نذكر كل هذا قبل عام ونصف تقريبا في حلب. هل الغوطة بذات الأهمية في الميزان الاستراتيجي برأيك؟ كمال، إذا كنت تذكر من أسابيع قليلة كنا نتحدث عن شمال سوريا وعفرين وهذه المناطق بأن هي المنطقة الساخنة التي عليها التركيز، الأنظار وكل الأمور، ولم يكن الحديث عن الغوطة إطلاقا. صحيح. وقلت أنا ذاك ما هو أكرره الآن، خاصة يعني بوصف ما يحدث الآن في سوريا، أن الأمور في سوريا لا يتم التعامل معها الآن بالجملة، يتم التعامل معها بالمفرق، ونرى كل فترة من الفترات تسخين لمنطقة وتركيز عليها، وتختلف الأطراف المعنية فيها، وتصبح المسألة الآن تتعلق في الجانب الإنساني في الغوطة ومسألة علاقة في المعارضة، بينما كانت في السابق الحديث فيها عن الأكراد وعن تركيا وعن الدور الأمريكي إلى آخره. أنا في اعتقادي يعني، وأريد هنا أن أعلق على ما سمعته من ضيفك من سوريا ومن الأستاذ عريب، أن الموقف الأمريكي لا يجب من وجهة نظري النظر إليه بأنه حالة مستمرة منذ أيام أوباما إلى الآن، لا، هناك تحول حدث فعلا في فترة أوباما. لا ننسى أن أوباما اتفقت في ظل إدارة جون كيري مع لافروف على أمور كثيرة لها علاقة في المسار السياسي والأمني في داخل سوريا في الفترة الأخيرة من أوباما، إن كان القرار 2254 الذي تجنب الحديث عن موضوع مصير الرئيس بشار الأسد وترك الأمر للشعب السوري، وكان ذلك في حد ذاته تحولا في الموقف الأمريكي من مرحلة بدء الأحداث في سوريا التي كان فيها دور أمريكي في محاولة تغيير النظام وأيضا تقسيم سوريا. الآن هذا التحول في ظل إدارة أوباما، لو استمرت هذه الإدارة لما كنا وجدنا ربما هذا التصعيد الذي نراه في أشكال مختلفة، لأنه في تقديري الجانب المتعلق في إيران تحديدا حسم في ظل إدارة أوباما من خلال توقيع اتفاقية مع إيران. صحيح. الذي هو حاكم الآن في البيت الأبيض حالة مختلفة تماما، ما هو موجود في البيت الأبيض الآن، أنا في تقديري الآن تقاطع مصالح بين من هم يعتبر في داخل الولايات المتحدة يصنعون القرار الأمريكي، بمعنى أن الجيش الأمريكي، أن البنتاغون، المؤسسة العسكرية هي التي كانت في ظل إدارة أوباما تدير الأوضاع في شمال سوريا وكل ما يتعلق في المسائل العسكرية والأمنية في داخل سوريا، إضافة طبعا إلى جهاز المخابرات. الجانب الذي هو الآن مستمر هو هذا الجانب، أضيف عليه ما هو مهم أيضا في رأيي بما يحدث في سوريا الآن، هذه القناعة المطلقة لدى ترامب وإدارته
بمواجهة إيران في عموم المنطقة، وسوريا مساحة مهمة جدا لهذا يعني هنا الأمر. هنا تتفق تقريبا أستاذ صبحي مع ما قاله الأستاذ عريب في عمان؟ أنا لم أسمع بداية ما قال الأستاذ يعني عريب. هو يعني الفكرة كان بمضمونها أن التصعيد كلي، وليس يعني الولايات المتحدة قررت أن تصعد ضد تحالف حلف بشكله الكلي وليس فقط فيما يتعلق بسوريا أو بالغرب. كما كنت أشير أخ كمال، هو الآن تقاطع مصالح لدى الذين يصنعون القرار. يعني لو ترك الأمر لترامب بدون البنتاغون لما كنت واجهت هذه المواجهة القاسية مع روسيا، لا على المستوى الاستراتيجي ولا على المستوى السوري. أو في كان في تقديري يعني وما زال لترامب حرص شديد على العلاقة القوية مع المؤسسة العسكرية البنتاغون، لأن هي تشكل أحد الأركان الذين يحموا استمراره في البيت الأبيض الآن. يعني عنده القاعدة الشعبية المحافظة التي هي معروفة باليمين العنصر في الولايات المتحدة، عنده طبعا لوبي الأسلحة الذي يلعب دورا كبيرا في الكونغرس وغيره كما هو يحدث له، وعنده اللوبي الإسرائيلي، وعنده أنا في رأيي بشكل أساس العلاقة القوية مع البنتاغون. البنتاغون الآن هو يتولى هذه المسألة التي لها علاقة في رسم الاستراتيجية متعلقة في الموقف من روسيا والصين وكيفية التعامل مع الجانب المتعلق في السياسة الخارجية. لكن تحديدا في سوريا امتزج هذا الأمر مع ما هو مسألة خاصة لدى إدارة ترامب بحكم العلاقة القوية أيضا مع نتنياهو، بحكم تأثيرات التي هي عليها هذا التيار العنصري الصهيوني في الولايات المتحدة، بالموقف الآن من عمليا من موضوع إيران. وسوريا أصبحت ساحة التي تشمل كل هذه الصراعات، وبالتالي الآن الذي أجده ليس موضوع صراعا مفتوحا، بمقدار ما هو أن واشنطن ماذا تريد الآن من هؤلاء الذين يصنعون القرار، ماذا تريد من سوريا. أنا في تقديري لو 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 وضعنا ما هو مستبعد، ليس واردا انصدام مع روسيا عسكريا في سوريا، ليس واردا انصدام عسكريا مع إيران، وليس مواجهة عفوا اسمح لي كمان لك الجملة، وليس مواجهة عسكرية مع الجيش السوري. واشنطن تريد الآن الحفاظ على ما أقامته في سوريا من قواعد عسكرية، من نفوذ، من وتريد التعبير عنه سياسيا في جنيف في دولة كونفدرالية كما طرحت بعض الأوساط الأمريكية عن العراق سابقا وأرادوا أن يطبقوه في سوريا، ويريدون أن يعزز هذا الأمر بتثبيت دستوري لاحق. هذا أمر رفضته الحكومة السورية، رفضته روسيا، وروسيا والحكومة السورية دعتا لخروج القوات الأمريكية. وبالتالي ما نشهده أنا في رأيي الآن هو حالة صراع الآن على من نفوذ في داخل الأراضي، ولكن أيضا على محاولة لجعل روسيا والحكومة السورية يقبلان بواقع حال أمريكي دائم في سوريا، كما هو جرى الاتفاق بين الحكومة السورية وروسيا لي على قواعد مدى طويل. هذا يدفعنا لطرح سؤال على الأستاذ عريب الرنتاوي، حدود هذا التصعيد الذي هناك توافق على أنه سيكون عنوان المرحلة المقبلة في سوريا. نعم. حدود التصعيد الأمريكي، يعني الأستاذ صبحي غندور يستبعد الاحتكاك العسكري بين الأطراف. إذا كانت الاحتكاك العسكري مستبعدا، إذا حدود هذا التصعيد أين ستكون؟ في موضوع الغوطة كمان حتى لا نبتعد عن الموضوع. إذا هلأ الآن بعد شوي كان هناك فيتو روسي على سبيل المثال، ما هي الخيارات المتاحة أمام واشنطن للتعامل مع الوضع هناك؟ يعني بدأ لي في النصف الثاني من العام الفائت أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة مناكفة لروسيا وحلفائها في سوريا، وأن المقصود من تلك السياسة هو تهميش وتهشيم صورة النصر الروسي والدور الروسي المقرر والمتفرد في الساحة السورية. لكن في الحقيقة بعد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة والاستراتيجية الدفاعية النووية للولايات المتحدة تحديدا، أعتقد أن الأمر بدأ لي أنه يتخطى حدود المناكفة إلى حدود المنافسة والمزاحمة على الدور يعني في سوريا، بالذات في مواجهة روسيا وبالمرتبة الثانية في مواجهة إيران. لذلك أعتقد أننا ذاهبون إلى تصعيد أكبر في هذا المجال. انظر ما يجري الآن في العراق، أنت تقرأ نصف المشهد السوري من الجهة العراقية. الولايات المتحدة تطلب من الحكومة العراقية 20 موقعا عسكريا في العراق، صحيح، 5 في كردستان والباقي على امتداد المحافظات الغربية بشكل أو بآخر، وفي مناطق متاخمة للحدود السورية.
منطقة شرق الفرات تحديدا. الولايات المتحدة تعزز قواعدها في المنطقة في هذا المجال وتحشد قوى جوية وصاروخية مهمة في هذه المنطقة. أعتقد أننا مقبلون ربما على مكاسرة كبيرة ستكون سوريا ساحة لها، وكما قلت الاشتباك في سوريا، لكن الأنظار ربما على المشهد الدولي برمته، على النظام الدولي الجديد برمته في هذا المجال. لذلك أنا لا أريد في الحقيقة ولا أوافق على التهوين من هذا الأمر أو اعتبار ما يجري هو تعبير عن مأزق، يعني لكن التصعيد أستاذ عريب في سوريا، التصعيد أعتقد أنه جزء التصعيد من استراتيجية، التصعيد دبلوماسي سياسي وهناك وميداني. تصعيد وتصعيد ميداني تحديداً. في الموضوع الميداني يا أستاذ عريب، عفوا قبل أن ننتقل، في الموضوع الميداني يعني في نوعين للتصعيد، إما التصعيد بالوكالة يعني دعم الجماعات الحليفة، احتكاك مباشر بينها أو مباشرة بين الأطراف، مباشرة ربما يكون مستبعد. لكن أنا أستبعد الاحتكاك المباشر جدا بين روسيا والولايات المتحدة، لن يزلقوا إلى هذا المنزلق. ولكن سيدي، التقارير التي نشرتموها خلال الأسابيع والأشهر الفائتة تحدثت عن 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 عمليات تدريب واسعة تجري في قاعدة التنف، صحيح، تحدثت عن إعادة تدوير ريسايكلينج لجماعة داعش في مناطق عديدة في سوريا. الآن كشفت الولايات المتحدة أن هناك آلاف المعتقلين الذين لم تعلن عنهم من قبل لداعش موجودين الآن في سجون للأكراد في سوريا والعراق. ما الذي ستفعل بهم الولايات المتحدة في هذا المجال؟ انظر في الحقيقة إلى المشهد انظر العملية العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف سورية وإيرانية والتي انتهت إلى إسقاط طائرة F-16. يعني هذا كان رفع لمستوى التصعيد، ولا أعتقد أن عملية بهذا الحجم كانت بعيدة تماما عن التنسيق مع الولايات المتحدة أو بعض أوساط الإدارة الأمريكية، تحديدا البنتاغون والCIA بشكل أو بآخر. إذن نحن نقترب من حافة هاوية بهذا المعنى. لن ينزلق الكبار إلى قعر هذه الهاوية، ولكن حروب الوكالة تحتمل أيضا إلى جانب كل ما قلنا، تحتمل توظيف النصرة وداعش. السؤال الذي لا يريد أحد أن يجيب عليه لا في مجلس الأمن ولا في كل هذه التصريحات التي نسمعها الآن على مدار الساعة، كيف سنتعامل مع وجود النصرة في قلب دمشق؟ كيف سنتعامل مع وجود داعش في قلب دمشق؟ الملف الإنساني مهم، وما يحصل في الغوطة كارثة إنسانية صحيح، ويجب التعامل مع هذا الموضوع بدقة وحذر وتفادي محاولات إيقاع خسائر في أوساط المدنيين صحيح، ربما هناك مبالغات صحيح، ولكن في سؤال عميق لا أحد يريد أن يطرحه على نفسه، كيف يجب أن يتصرف النظام في سوريا وحلفائه حيال وجود النصرة وداعش في قلب دمشق؟ داعش في اليرموك وفي مناطق جنوب اليرموك، والنصرة في جوبا. اسمح لي، لذلك هذا السؤال مهم، هل يريدون توظيف هذه القوى للإبقاء على حرب الاستنزاف المفتوحة ضد الجيش السوري، ضد حلفائه، ضد روسيا، هذا ضد إيران؟ أسئلة كبيرة. نعم، الجملة الأخيرة تلخص ربما المشهد أستاذ عريب الرنتاوي. سأتوقف مع فاصل قصير، بعده مباشرة نكمل في مسائية الليلة، ابقوا معنا. جددا حياكم الله. قبيل ساعات من استئناف جلسة مجلس الأمن، كثف المسلحون في الغوطة الشرقية قصفهم الأحياء السكنية في دمشق، ما أدى إلى سقوط الشهداء وجرحى. القصف خلف دمارا كبيرا في الأبنية والممتلكات. في الأثناء ألقت مروحيات الجيش السوري بيانات تدعو أهالي الغوطة إلى مغادرة المنطقة من معابر آمنة، فيما يستعد الجيش للمعركة. هذا تقرير من دمشق لمحمد الخضر. صاروخ وقذيفة صاروخية حولا حي ركن الدين شرق دمشق إلى ما يشبه ساحة حرب. حي سكني هادئ يتوسطه مجمع مدارس لم يسلم من استهداف المسلحين في غوطة دمشق الشرقية. سمعنا صوت انفجار قوي، ركضنا على المنطقة، شفنا الجرحى وشفنا الدمار اللي شفته وحري. نحن قاعدين بأمان الله والناس عم تصلي بالمسجد، صاروخ بينزل بمنطقة مدنية عبارة عن مدرسة ومدرسة ثانية ودائرة امتحانات لريف دمشق ومنطقة سكنية أبنية سكنية. شهيد وجرحى عديدون سقطوا جراء انفجار الصاروخ. توقيت الانفجار في يوم عطلة وساعة صلاة الظهر، حدا من الخسائر البشرية.
إصابات نقلت إلى مشفى ابن النفيس المجاور. 31 إصابة، لدينا شهيد، لدينا 4 أطفال حروق لأن الصاروخ سقط قرب مدرسة وبمنطقة مدنية بين البنايات. قاعدين على الباب الرئيسي مديرية الخدمات الفنية موظفين، فأثناء دوامنا يعني ما شفنا إلا نهالة أول قذيفة ضمن الحرم المديرية. حاولنا بدنا نمشي هيك، يعني بتعرف الواحد بس نزلت قذيفة، حاولنا بدنا نمشي، اجت القذيفة الثانية على بعد 10 متر تقريبا. عشرات السيارات وواجهات الأبنية تضررت بنسب متفاوتة، أضرار كبيرة في المنازل. يداوي المدنيون جراحهم ويغادر آخرون إلى منازل أقاربهم ريثما يرممون دمار منازلهم. أنا عم اشتغل بالبيت، ما سمعنا غير مثل زلزال، بتحسوا زلزال ضخم على مدة 10 دقائق وتكسرت الحارة كلها واحترقت الدين البيوت والإصابات والعالم والأطفال، أطفال كلها مضربت. قاعدة عم بقرأ قرآن والله ما في شيء، يعني قاعدة ما في شيء، كله سقط علينا. استنفرت دوائر محافظة دمشق آلياتها لإزالة الأنقاض، وعود بتعويض المتضررين بلسمت أوجاع الأهالي المصدومين من جرح أرواحهم قبل أجسادهم. بددت القذائف الصاروخية صفو حياة آمنة للقاطنين شرق ركن الدين، حي سكني بامتياز ودائرة امتحانات في دائرة نار المجموعات المسلحة. محمد الخضر من حي ركن الدين بدمشق، الميادين. أستاذ خالد العبود في دمشق، الآن حاليا إذا هل يمكن تصور سيناريو مفاجئ يعني يقلب المشهد في الغوطة، المشهد السياسي والميداني في الغوطة؟ يعني على سبيل المثال أن نفاجئ صباحا ربما باستخدام الكيميائي أو الحديث عن استخدام الكيميائي، وأن هناك أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة استخدام الكيميائي في الغوطة، وبالتالي ينقلب المشهد وتتحرك الدوائر الدبلوماسية والولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن خطوط حمر، هذا متوقع؟ في تقديري أخ كمال أنت أمام مشهد معقد في هذه اللحظة. لماذا؟ لأنني أعتقد بأن الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر سوف تحاول الاستثمار في مادة أساسية رئيسية تتطلع إليها وتراها في الغوطة، وبالتالي كل الاحتمالات التي يمكن أن تفكر بها أو أن تخطر في بالك هي موجودة، هي حاضرة. وبالتالي أنا في تقديري أيضا في الطرف الآخر يا كمال يجب الانتباه إلى أن هناك غرفة عمليات موحدة، إلى أن هذا الحلف الذي نهض نهوضا هاما في السنتين الأخيرتين لجهة عناوين مهمة في الميدان السوري وفي أطراف الميدان السوري أيضا، لديه من الخيارات ما يكفي، لديه من الأدوات ما يكفي كي يحسم في أكثر من عنوان وكي يحسم في أكثر من مفصل. أنت كنت قريب من سيناريو حلب، كان البعض يتوقع غير ذلك في حلب، في أحياء حلب الشرقية. فاجأنا الجيش العربي السوري البطل بأنه يحسم في أيام قليلة. أنا لا أستبعد أن السوري الآن لا يفكر بالأمريكي لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أعتقد بأنه بشكل أو بآخر يفكر بحلفائه ليس إلا. فالحسم في تقديري هو موضوع على الطاولة، لكن الترتيب والتنسيق بين السوري والروسي من جهة، بين السوري والمقاومة من جهة، بين السوري والإيراني من جهة ثالثة. لهذا أعتقد أن الخيارات مثلما الطرف الآخر يضع احتمالات ويضع سيناريوهات، أيضا حلف المقاومة بقيادة السوري الآن على أطراف الغوطة يضع احتمالات وخيارات عديدة أيضا. كان الحديث، أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا مباشرة من دمشق. أستاذ صبحي غندور، كان الحديث عن إدلب، الأضواء كانت مسلطة على إدلب، أن يكون هناك معركة حسم في إدلب، وإذ بنا نرى معركة الحسم في الغوطة. هذه من حلب إلى الغوطة إلى إدلب ستكون السيناريوهات متقاربة. هل السيناريوهات ستكون متقاربة؟ وهل تعتقد بأنه يعني هل يمكن أن نضع تصور لخواتيم هذه الأزمة التي عنوانها الغوطة الشرقية؟ توقعاتي أخ كمال أن الأمور أمام أحد احتمالين الآن في الغوطة. أما فعلا يتم التوافق في مجلس الأمن على صيغة قرار ترضى عنها روسيا
وتكون هذه الصيغة تحمل يعني كمضمون وقف إطلاق النار ومساعدات، وهذا أمر حدث في السنوات الماضية. هناك يعني روسيا تقول، عفوا أستاذ صبحي، روسيا تقول يعني حسب المعلومات تريد إخراج جبهة النصرة من الغوطة يعني حصرا بهذا مشروع القرار الحالي، وتريد ضامن من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو الدول الإقليمية، تريد ضامن للمجموعات داخل الغوطة بأن لا تقوم بخرق وقف النار وإطلاق النار وإطلاق القذائف على العاصمة دمشق. يعني هذه المطالب التي تحدث عنها الروس. هو فقط لأكملك فقط الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يتم إصدار قرار مجلس الأمن يتم الحديث فيه عن شهر على مستوى ليس فقط الغوطة، ربما حتى على مستوى مناطق أخرى، وربما تكون فترة مناسبة لروسيا لأن هناك انتخابات كما تعرف، انتخابات رئاسية يعني، وهناك أيضا حديث عن قمة في نيسان أبريل بين إيران وتركيا وروسيا لها علاقة في صحيح. الملف السوري، فربما هذا الشهر يكون مفيدا أيضا لروسيا أن يتم نوع من تجميد للأمور، وهذا ينعكس ليس وقف إطلاق النار، ينعكس تهدئة إلى حد ما، عودة الغوطة إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير، يعني أن يكون هناك في معارك، أن يكون هناك حتى ربما استمرار قصف بعض المناطق في دمشق، ولكن بحدود، وأن تكون هذه الأمور خاصة ما بين الجيش السوري والنصرة بهذا المعنى يعني، وأن ربما حتى أن يستثني القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن النصرة. هذا احتمال أول. احتمال ثاني أنه لا يصدر قرار وأن تبقى الأمور معلقة في هذا الشكل، لكن لا أجد أنه سيكون هناك تصعيد أكثر مما نشهده الآن، وربما تخف الأمور وتعود من جديد الحديث فيها عن إدلب وعن ربما عفرين والمناطق الأخرى. هذا واقع حال في رأيي سيستمر في الحالة السورية إلى حين الاتفاق. لكن اليوم أستاذ صبحي، الإقليمي على تسوية صبحي سياسية، اليوم هذا أمر ما زال بعيدا حتى الآن. نعم، لكن خفوت الأمور، خفوت الأمور لا يعني تبدو معركة الغوطة، يبدو معركة الغوطة هي معركة خواتيم مصير هذه المنطقة الجغرافية، يعني يبدو من خلال كلام السوريين، كلام الروس ما عكسه الأستاذ خالد العبود قبل قليل من دمشق، أنه في قرار بأن لا تكون الغوطة مركز أو نقطة ابتزاز للعاصمة دمشق، أنه كل ما كان هناك نوع من الخلاف أو التصعيد يرمى صواريخ على العاصمة دمشق، وبالتالي تعطيل كل شيء، يعني تعطيل حركة الإعمار، الاقتصاد، التنمية إلى آخره اللي مصدرها العاصمة. يبدو أن هناك قرار نهائي فيما يتعلق بالغوطة، أنه يجب أن يختلف هذا المشهد. ما تقوله ممكن أحكم، لكن أنا تقديري الأمور لن تصل إلى حالة الحسم الآن. التوقيت أنا في رأيي والظرف لا يساعد على الحسم العسكري الكبير الكامل لمنطقة الغوطة الآن. هناك ظروف في رأيي تشجع الآن على وقف إطلاق النار، على استثناء النصرة، على استمرار المعارك مع النصرة بشكل محدود، ولكن ليس الحسم العسكري النهائي الشامل وكل ما يتعلق في فصائل التي هي موجودة هناك. أنا في تقديري ما زال زمن غير مناسب لاتفاق من هذا النوع أو لحسم من هذا النوع. الأمور ربما تأخذ شهر فعلا، لأن خلال هذا الشهر هناك ترتيبات ممكن أن تتم على مستوى سياسي، مطلوب هذا الأمر ربما من الناحية السياسية في روسيا، وربما هذا يساعد أيضا على المستوى الأمريكي، لأنه لا ننسى ما يحدث في داخل سوريا، لا أفصله عن الموقف الإسرائيلي من حزب الله، عن إمكانية مخاطر كثيرة ممكن أن تحدث حتى على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية الإسرائيلية السورية، وهذه في رأيي ربما تكون حتى ورقة ضغط مستقبلية أمريكية لا تواجه فيها روسيا كالتي هي المسائل في سوريا، ولكن تكون من خلال إسرائيل مع أطراف تريد فعلا إدارة ترامب تحجيم نفوذها إن كان في سوريا أو في لبنان أو في عموم المنطقة ككل الآن. طيب أستاذ عريب الرنتاوي، أخذ رأيك أيضا فيما يتعلق بالسيناريوهات المقبلة. ربما الحسم الكامل مستبعد كما قال ضيفي الأستاذ صبحي غندور من واشنطن، ولكن هل تعتقد بأن يمكن أن يفضي المشهد هذا إلى تغيير جذري في حالة الغوطة، علاقة الغوطة الشرقية بدمشق؟ بمعنى أنه اليوم السوريين عم يقولوا، لسان حالهم يقول أنه إحنا الآن دفعنا الثمن الإعلامي، تشويه وحملات وإلى آخره وصلت إلى أقصاها، دفعنا الثمن السياسي، ربما يكون هناك فيتو روسي أو لا يمر المشروع إلى آخره، فلماذا لا نقبض بما أننا دفعنا الثمن، وبالتالي تغيير المعادلة في الغوطة.
ما هي السيناريوهات بتقديرك المقبلة لهذه الحال؟ يعني من يتتبع بدقة ما جاء في التصريحات السورية والروسية خلال الأيام والساعات القليلة الفائتة يستطيع أن يرسم ملامح سيناريو مرجح من الجانب السوري والجانب الحليف لسوريا في هذا المجال. قيل أن أي وقف إطلاق النار لا يجب أن يشمل النصرة والفصائل التي تتعاون معها، هذا قيل على لسان مسؤولين روس كثر من ضمنهم لافروف. قيل أن روسيا تفكر بسيناريو حلب، وبشار الجعفري في الولايات المتحدة دافع عن هذا السيناريو بقوة وبكثافة. ماذا يعني سيناريو حلب؟ يعني إخراج النصرة من الغوطة بشكل أساسي في هذا المجال. قيل أنه يمكن التعامل في الغوطة والوصول إلى تهدئات في الغوطة مع القوى التي شاركت في أستانا وقبلت بمناطق خفض التصعيد واستجابت للوساطة المصرية لخفض التصعيد في هذه المنطقة في إشارة إلى جيش الإسلام. إذا أخذنا كل هذه المعطيات بنظر الاعتبار، أعتقد أن المعركة ستركز على النصرة وفيلق الشام على بعض مناطق الغوطة القريبة من العاصمة بشكل أو بأساسي. قد يستثنى جيش الإسلام ودوما والمناطق المحيطة بها إن جنح لخيار التهدئة ووقف إطلاق النار في هذا المجال والعودة إلى مسار خفض التصعيد من جديد. أعتقد ربما يكون هذا هو السيناريو المرجح في ظل المعطيات التالية: إن تراجعت سوريا وروسيا في هذه الجولة أعتقد أنه لن يكون متاحا في المدى المرئي أو القريب القيام بخطوات أخرى. هذه المنطقة خاصرة رخوة ضعيفة للعاصمة لخمس ملايين سوري يعيشون في دمشق، هذا أولا. ثانيا، يصعب الوصول إلى اتفاق كامل حول كل القضايا مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تريد اتفاق، الولايات المتحدة تريد لهذا النزيف أن يستمر وتريد للغوطة أن تكون جرحا نازفا تستنزف به دمشق وطهران وموسكو سياسيا ومعنويا وأخلاقيا وقيميا وغير ذلك، وهذا هو مغزى الحملة الإعلامية المكثفة في هذا المجال. طيب هنا أستاذ عريب، عفوا، كان لهذه الجماعات التي أشرت إليها فيلق الرحمن وجيش الإسلام وجبهة النصرة في الغوطة، كان لها داعمين إقليميين. يعني أنا إذا نتذكر العام الماضي عندما حصل اقتتال بين هذه الفصائل، وكان بالمناسبة يعني ما أعلنه المرصد السوري أو المعارضة في ذلك الوقت أكثر من 500 قتيل من المدنيين نتيجة هذا الاقتتال، يعني ربما ضعف العدد اليوم لقتل الآن، 500 قتيل كان. طب هؤلاء كان يمون عليه، كان هذا انعكاس لخلاف قطري سعودي. طب هناك من يمون على هذه الجماعات ويسلحها ويستطيع، وخلاف في الإقليم ينعكس في الغوطة الشرقية، لماذا اليوم لا يبدو هؤلاء قادرين على أو راغبين أو لا يجد القوى الدولية ضامن لهؤلاء في الغوطة الشرقية؟ هل هم لا يريدون أم فقدوا السيطرة عليهم يعني المباشرة؟ لا، يعني أنا بعتقد يعني هذا يدلل على أن السيناريو الأمريكي الذي يجري العمل به الآن في سوريا هو سيناريو تصعيد، وفي التصعيد أنت بحاجة لهذه الأطراف. القصة ليست في أنه لم يعد أحد يمون أو له دالة على هذه الأطراف، لا زالت الأطراف الإقليمية والدولية تمون بهذا المعنى. أنت رأيت النصرة في إدلب على سبيل المثال تعمل دليلا سياحيا أمام القوات التركية التي انتشرت في إدلب في إطار خفض التصعيد، يعني كانوا مرشدين وأدلاء سياحيين بهذا المعنى. لذلك أنا لا أعتقد أن المسألة لها علاقة بضعف قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على التأثير على هذه القوى بقدر ما أننا أمام سيناريو تصعيدي يضع الأزمة السورية في حالة من المواجهة الممتدة ربما لفترة غير مرئية قادمة، ضمن صورة أكبر للصراع الدولي المحتدم في هذه المنطقة، والذي أصبحت سوريا والعراق ساحة واحدة له في هذا المجال. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية من عمان، وأيضا الشكر للأستاذ صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي الأمريكي من واشنطن. والمسائية انتهت، في ختامها تذكير بعناوين ملف هذه الليلة: خلافات روسية غربية تسبق التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في سوريا ولأهداف غربية غامضة. لافروف يقول أن هدف مشروع القرار في مجلس الأمن هو تمرير الخطة باء لإسقاط النظام، وواشنطن تصف التعامل مع روسيا بالصعب.
الجماعات المسلحة في الغوطة تستبق جلسة مجلس الأمن بتكثيف القصف الصاروخي والمدفعي على أحياء دمشق. المزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.